بعدين انطباعك بعد جولتك في أحد من مناطق البصرة بعد موجة الأمطار الأخيرة اللي صارت بالمحافظة يعني هو اليوم واحد؟ نعم يعني هو اليوم واحد شفتي حجم الأمطار، وإحنا ما شاء الله المسؤول ما يدري هي العطلة ترى مو عطلة بطر، يعني يوم العطلة من تنطيها. اليوم شفتي بعض العوائل الماي داخل البيت، أكيد هذول عندهم طلاب وعندهم، فالمفروض هاي إحنا نفكر بالعطلة. إحنا عندنا بعض المسؤولين حتى ما يدري عطلة شنو الغاية من عدو، ويخاف انه على سمعة المعروف، على سمعة الشوارع هذه، على سمعة الشركات الممتلكة. اليوم جاي تلاحظون مع الأسف انه مثل البراضعية مركز محافظة البصرة والأقضية المهمة في محافظة البصرة هذا حالها، يعني شلون نعتب على بقية المناطق. فأكيد هذا تقصير وإهمال وهدر بالمال العام واضح. وانت اليوم لو تلاحظين هسه ما ادري اكو قياش هنا ودي ما اكو قياش بهذا الشارع، هذا يدل على انه ماكو اي متابعة، ويدل على مدى الإهمال للمواطن، لأن إحنا ندري أكو مطر وندري راح يصير مطر، وندري بهاي الحالة لو أكو فعلا مسؤول عنده حرقة ويتابع أحوال الناس ما كان وصلنا لهذا المستوى. أكيد إحنا بالنسبة لنا ما راح نسكت، إحنا بالنسبة لنا كشركة أعتقد أبراج الأمارة غدا راح ندز عليها ونشوف شنو الأسباب اللي متوقفة. طبعا الأسباب هي مو علم ذرة تنحل، يعني أكو مسؤول يتابع تنحل هي بسهولة، يعني مو فتشي يعني. بقية المناطق اللي رحت لحضرتك الموفقية وغيرها نفس الشيء، يعني مناطق يعني بصراحة عيب علينا احنا يعني كنواب كمسؤولين انه يوم والمسؤول يطلع يحكي بإنجازات البصرة، هسه احنا حتى التبليط كنا نعتقد انه البصرة ناجحة بالتبليط، هسه حتى التبليط ما محصلينه، هم تبليط على بدون ان يكون هناك مجاري، بدون ان يكون هناك مطريات، وهذا الواقع اللي متوقع اني نتيجه التخطيط، سوء التخطيط نتيجه التلزق بالمشاريع، هذا النتائج. فالمفروض لو اكو فعلا، لذلك احنا عازمين بصراحه اللجنه البرلمانيه عازمه الى اجتثاث هذا التخطيط الفاشل. اليوم عندنا قسم تخطيط في محافظه البصره، المسؤول ماله صار له ما اعرف ايش قد 10 سنوات ما اعرف ايش قد، وماذا نايم مرتاح ينسق بوزاره التخطيط يعطيهم كم فلس يمشوا له مشاريع يسوون ادراج مكونات، وهاي النتائج اللي وصلنا لها. طيب يعني تحمل حضرتك المسؤوليه للحكومه المحليه ولو مديريه المجاري، مع انه هي كلها تابعه، هي كلها تابعه. هناك بعض يعني المواطنين يقولون انه حضرتك لان ما تسننت منصب بالمحافظه كمحافظ، لا هذا يعني الموضوع هذا هذا حتى الجدل بينك وبين المحافظه. لا لا اول مره احنا الجدل والانتخابات خلصت. نعم. ونبتعد عن هذه التشخيصات اليوم مال الجيوش الالكترونيه المدفوعه الثمن والمرتزقه. اليوم احنا جايين نعاين حاله، على قولتهم اذا كانت اكو حالات سلبيه المفروض مو انا مو كنائب، انا نائب واجبي اليوم اطلع انتقد واضع حلول واقدم الحلول اللازمه. اليوم اي مواطن يقدر يطلع وينتقد هذه الحاله، يعني شو هذه الحاله يرضى عليها اي اليوم شريف او اي مواطن بالبصره؟ اكيد ما نقبل احنا. لذلك احنا من يجي واحد يصطاد بالماي العكر المفروض لا احنا نرد نقول له لا تعال شوف عالج الحاله، واذا تريد الناس ما تحكي عليك، تريد الناس ما تنتقدك، اطلع شوف الحاله، عالج الحلول، اوضع حلول منطقيه لهذه الحاله. مديريه المجال تعاني من قله الامكانيات. هي مديريه المجال تابعه لمحافظه البصره ترى ما تابعه الوزاره، بالتالي هي المحافظه والحكومه المحليه مسؤوله عنها.